والورك شوبس برضه كانت كمان على الفيلرز. في اشياء معينه احنا تعلمناها كدكاتره اللي هي نوعيات الفيلرز المختلفه، كيف سماكتها تكون وكيف توزيعها يكون من يعني من حسب منطقه الوجه او حسب المناطق اللي احنا بنستخدمها فيها، ايش الانواع الجديده اللي هي طلعت، ايش التكوينات الجديده بتاعتها اللي طلعت. في اشياء خاصه بكم انتم انا احس انها ممكن تهمكم، واحده منها انه صار دحين في ترند انه بدل ما نستخدم البوتوكس بالنسبه لفرد الجمعه عشان حكايه التجاعيد، انه صاروا يستخدموا اكثر نوع من انواع الفيلرز اللي بتحصل المنطقه وتفردها وتخفف من التجاعيد في المنطقه دي. الشيء الثاني انه اكثر صار انه احنا نحاول انه نظهر جمالكم الطبيعي اكثر من ما احنا نحاول نغير شكلكم، فبنستخدم الفيلرز بطريقه معينه بانها بتبرز الجمال الطبيعي بتاعتكم ويحسن كل المشاكل اللي تكون موجوده عندكم، انه يكون الموضوع احسن بالنسبه للجمال الطبيعي. فصرنا احنا ما نركز على المشكله نفسها، نحاول انه احنا نستخدم شيء يسموه فيكتورز. الفيكتورز مثلا انا استخدم فيلر في المنطقه دي عشان ارفع الترهل اللي بيكون بيصير في الوجه، فبيتحسن الخط اللي موجود هنا بدل ما نحكي عن الخط نفسه. كمان لازم ننتبه انه احنا لما بنحط الفيلرز لما انت بتبتسمي ما يبان شكله غير طبيعي، ففي اماكن معينه احنا بنحكن عشان لما تبتسم ما يصير في مثلا في انتفاخ في وسط الوجه، بالعكس انه يكون شكله طبيعي. طبعا اكثر الفيلرز الحين كمان صارت هي تاخذ شكل الوجه، فاحنا بنحطه في اماكن معينه وبعدين مع حركه الوجه بتاعتكم بيصير بتاخذ شكل الوجه وحركه الوجه وتكون شكلها طبيعي اكثر. فصار الترند الحين اكثر انه احنا نبغى الجمال الطبيعي بتاعتكم نظهره اكثر من انه احنا نغير الجمال الطبيعي من ناحيه الفيلرز. طبعا اتكلم عن المشاكل المختلفه للفيلرز، ممكن بعض الاحيان بيضغط على عرق فبيصير في مشكله بانه ما يوصل الدم لمنطقه معينه، فايش الاماكن اللي احنا لازم نتفاداها في نفس الوقت، يعني قديش ممكن يستمر معنا. في فيلرز تجلس 6 شهور، في فيلرز تجلس 9 شهور، في فيلرز تجلس لمده سنه، وهذه طبعا سماكتها تكون مختلفه، فلازم نختار على حسب المنطقه وعلى حسب النوعيه. هذه كانت تقريبا اليوم. بكده احنا خلصنا بالنسبه لليوم، وحنشارككم في الفيديوز قبل وبعد، وبكره ان شاء الله حنوريكم الاكسبيشن. وباي.